دي ود ما كاينش هناك تسلل ما كاينش هناك تسلل مره اخرى بدر هاري شو غادي يعمل بدر هاري بدر هاري وتدخل خالد فهمي دائما الكره عند بدر هاري بدر هاري اللي كيحاول انه يسجل كيسجل ويسجل بدر هاري في هذه المباراه بدر هاري يسجل الهدف الثاني لفائده نجوم العالم واصدقاء مصطفى حجي ورونالدينيو العميد يسجل بدر هاري في مناسبتين يعني اصرار كبير من اجل تسجيل الهدف 2-0 لاحظوا